لما نزحنا قعدنا بالمخيم الهول 3 أشهر، كانوا ينطونا سلة غذائية عادية ووضعنا ذاك إياه ما بي، ورجعنا الله تهيانا واحد ابن حلال ورجعنا أكفرنا ورجعنا على مكاننا إياه. واليوم احنا ما عندنا شيء، شنو نريد نصرف وناكل. علي جدوع ويان من قرية أبو بدران، وضع الصحي متدهور كان هين وهناك، لأنه أنا رجال جاي آخذ ربو وبخاخ ومعاي بمي بيضة بعيوني ما أشوف، وعندي 4 بنوات وعجوز ولد ما عندي. من هذا كان ينطون البخاخات والموسعات وغيره أكثر من شاء الله. في دكاترة بس تربوا ما له علاج الا مرض مزمن مهون وتايريدي يجيلون.